ثم مرة تعمر الرجل داره، وثم مرة في الدار غير خسارة، ثم مرة تعمر الرجل داره، وثم مرة في الدار غير أمارة، ثم اللي جاب هناته مرة وكده تهنيه طول حياته، عرقوبها بالخير من اللي جاته كل يوم لنها جايته بشارة، وثم اللي جاب معرف جانك باته خفيف رقها وما جت حتى بارة، ثم مرة دكدوكة تبان شارها حتى بدت معروكة، رزين عقلها وعصابها ممسوكة، نعيب جايها وترجع ببصارة، وثم مرة للعيب توقف شوكة ومليع الجيران جار وجارة، ثم مرة تحفونا الراجل احذر وغاب ديما تصونا، تقدر وتتحشم تشوف عيونا وهدرها صندوق فيها سرارة، وثم اللي بها عشتا مغبونا من يوم جاتا من كدا ومرارة، ثم مرا مجملها اللي يشوفها بلا عرف يرتاحلها، جمال روحها يسحر اللي قبلها زين وعقل ومشرها ومسرارة، وثم مرا قدام ما توصلها اطلب الله لا تصير لك غبارة، ثم مرا عجبتهم الجماعة هذه، ثم مرا مجملها اللي يشوفها بلا عرف يرتاح لها، جمال روحها يسحر اللي قبلها زين وعقل ومشرها ومسرارة، وثم مرا قدام ما توصلها اطلب الله لا تصير لك غبارة، ثم مرا مبهاها يخلف على اللي جابها ورباها، لين وحذاقة وتربية ونزاهة فصباحها تسقام كل شوارة، وثم مرا عالقول من حذاها هزل البحر وكبس عليها شكارة، ثم المرا اللي تشدك كان فيك حتى نويقصات تقدك، تردك على فعل المعاصي تصدك وتوجهك وين العمل لخيارة، وثم مرة تقاك قطع بدك ويتبعثر المليم في مشوارة، ثم مرة معقولة عن دارها وصغارها مسؤولة، لا هي بدوة فرغة مشغولة ولا تحب قلة خير لا مشرارة، وثم اللي ديما بوابها مقفولة وهي هاملة ما بين جارة وجارة، ثم مرة تربيهم وعلى كل حاجة باهية توريهم، يجو ذرها صلاة النبي عليهم متربيين ويقروا بالشطارة، وثم اللي متحوم خلاص عليهم صعاليك يبدو في الطريق سكارة، ثم مرة تعلمهم وبكل حاجة باهية تعلمهم، منها قروا قدام معلمهم وعلمها مش بالقلم وحبارة، وثم اللي حدك بعدها تعدمهم بلا خص كان كانت مرة ثرثارة، مبيخ الكلام يتمه، وما هي المرأة أخته وحبيبته وامه، الجانب السلبي ما بغيت نغمه، حبيت كل راجل الجسة وتارة، واما المليحة بطبعها تسمى مصدر الهامة ومحنته وشعارة، وهذه مرأة تعمر الراجل دارة، والأخرى مرأة